دكتور كريمان حضرتك رسمه لوحات علا 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 سوري دكتور علا حضرتك ما تاخدوهاش معاكم في الصحبيه خلاص انا اللي برضه فرصه ثانيه ادوني فرصه ادوني فرصه دكتور علا حضرتك رسمه الرسومات دي وحاجه بعيده تماما عن الطب وده بعيده تماما عن تخصصك ترسمي من امتى علمتيهم ولا لا ابتدى الموضوع ازاي بصي حضرتك قبل ما تتكلمي اتفضلي تقول لك رسم مش بس رسم طبلة الاهم بصي عليك انا بالنسبه للرسم لا دي حاجه ريسنت قوي يعني قريبه قوي مثلا من قول 5 سنين او حاجه زي كده طول عمري من وانا في المدرسه برغم اني كنت شاطره في كل المواد الا الرسم فعلا خالص اوكي والله وكان عندي دايما يعني انا شاطره وبطلع الاولى دايما وبلعب بيانو على فكره من زمان من وانا طفله وكده بس كان عندي دايما صحابي اللي بيعرفوا يرسموا يعني ايه اشطر من نفسي بحس كده انهم فيهم حاجه مختلفه فانا من 5 6 سنين تقريبا قررت ابتدي بقصه الديكوباج الاول ان انا اشتغل زي الصينيه اللي ورانا لا الصينيه دي بتعمها الحاجات اللي ديكوباج. هنا ودول هنا وده في حاجات ديكوباج وفي حاجات رسم فابتدى ديكوباج الاول وبعدين الموضوع برضو تطور معايا الرسم لسه في دماغي يعني انا هعمله يعني يعني كبرت في دماغي بقى فابتديت ارسم مش ارسم حاجه الحقيقه من خيالي بس ممكن انقل حاجه يعني وتطلع الى حد ما معقوله فبس فالموضوع تطور وانا عاملاها الحقيقه هوايه انا عن يعني الحاجات دي لما برجع من العياده ببقى فعلا عايزه اقعد اعمل اي حاجه تطلعني من ستريس الشغل وكده من حته الامراض الجلديه كمان بالظبط وكده فابتديت اعمل بقى الحاجات سواء ديكوباج او رسمه او كده والالوان مفرحه بصي لا سالي انا عايزه اعرف مين اللي عامل الكاسكيتات دي انا برضه لا سالي لازم اجيبها هاتها سالي هتجيبها يا احمد وفي نفس الوقت في نفس الوقت تلبسيها يا سالي عشان انت لما شعرك لا البسيها والله ما هقدر مظبطاها احكي لكم عامله ايه عشان هيبوظ هيبوظ ثانيه كمان صوروا هوريها لكم طب بصوا والله شوفوا بقى الجمال شفتوا الجمال لا استنى ايوه كده شايفين الجمال والله في منتهى الجمال شفتي انا رغم ان انا بصوا جميلة عليك انا لازم طب والثانية يا سيدي انا ممكن يا رايحة جاية يا سيدي ظبطته بالعافية الصبح يلا يا سيدي حطيها بس كده يا سيدي كده يلا يا احمد فين بقى الثانية عشان نوريكوا الدكتورة علا دكتورة ايوه الدكتورة علا امراض جلدية سالي ودونا سالي الله المفاجأة بقى الجاية الطبلة شعري هيبوظ شكرا يعني الحقيقه بالحقيقه انا اللي عجبوني بشكل غير عادي يعني والله ما بقول لحضرتك انا تقريبا انا يعني جوزي بيقول لي انت ناقص ترسمي عليا انا شخصيا انا بقيت والله انا بقيت اي حاجه في البيت ببقى عايزه اعمل عليها اي شغل وارسم والون على الحيطه على الحيطه بحب الرسومات اللي على الحيطه كبيره قوي يعني ايه لسه بس ايه بس يعني هيسافر مره كده حيطه في اوضه بنتي لما سابت الشقه كنا زعلانين على الحيطه جدا انا رسمت حيطه كامله برافو عليك لما سابت الشقه بقى وراحت شقه تانيه بقيت نفسي اخد الحيطه معايا ده تلاقي انبسطوا قوي